الشباب اليوم من سن 7 إلى سن 12 إلى 15 لهم وسائل في التأثير، أكثرها في الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية هذه لابد أن تطرح بحث عنها في مثل هذه الندوة، لأن أمن المجتمع اليوم يخترق، ليس في مسجد وليس في محاضرات وليس في جماعات وليس في تنظيمات عامة، ويخترق في البداية من غرفة مغلقة. يعني هو ليس هناك تنظيم يقال له الناس يبحثون والشباب يلتقطونهم، إنما يبدأ الأمر باتصال. هذا النوع من الاتصال كيف يكون؟ إما في عبر لعبة على الألعاب، خاصة في تنظيمات داعش وما شابهها، إما في الألعاب، وإما في اتصالات شخصية محدودة غير معلنة لا نعرف عنها. وهذا يتطلب في أمن الشاب، يتطلب تكاتف بين المدرسة والبيت والمسجد والزملاء والإعلام والصحافة. الجميع يشعر في مسؤولية لابد أن يستيقظ. سجلت هناك الكثير من الحوادث في أن شباب لا يعرفون الصلاة في بيوتهم ولا يعرفون الاستقامة، تحولوا بقناعة إلى مريدين للتفجير، وبالتالي كبطولة، وبالتالي توجهوا إلى التكفير كمنهج بدون علم. تكفير وهو لا يعرف من العلم شيئا.